نعم إيمان، طبعا كما ذكرت في ثنايا الخبر، هو يوم الخميس الماضي كما أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن اكتشاف التسلسل الجيني لفيروس كورونا، وهو كوفيد 19. طبعا هنا في مركز وقاية يجري فحص العينات للمصابين بفيروس كورونا والتأكد من مدى إيجابيتها أو سلبيتها للمصابين. طبعا على مستوى المملكة العربية السعودية هو المختبر الوحيد الذي تجري فيه هذه الفحوصات أو هذه الاختبارات للعينات التي ترسل من جميع مناطق المملكة. طبعا في الاكتشاف الأخير يوم الخميس الماضي والذي أعلن عنه وقاية، هو اكتشاف التسلسل الجيني والذي يمكن الباحثين من معرفة أساس هذا الجين أو هذا الفيروس، من أين وصل ومن المكان الذي أتى منها وقدم منه. طبعا لمزيد من التفاصيل عن ما يدور في هذه المختبرات عن التسلسل الجيني الذي تم اكتشافه، ينضم إلينا الدكتور أحمد البراق، وهو مساعد المدير العام التنفيذي لمختبر الصحة العامة. نرحب فيك دكتور أحمد ونقول لكم يعطيكم العافية. مساك الله بالخير وحياكم الله جميعا. السلام عليكم جميع المشاهدين، أسعد الله مساكم. تحدثنا بس عن اكتشاف التسلسل الجيني، الخبر الذي نشرتموه أنتم مؤخرا، تحدثنا عن الاكتشاف هذا، ما هي أهميته وأين تكمن الأهمية بالتحديد؟ نعم، أولا يعني بالنسبة للكشف التسلسل الجيني للفيروس، قد تم في أكثر من دولة، بداية بالصين وفي الدول الأوروبية، لكن الجديد في الموضوع أنه عندنا سلالات في حالات إيجابية في المملكة العربية السعودية، تم عزل الفيروس من الحالات الإيجابية وكشف التسلسل الجيني للفيروس من هذه الحالات. ففي التسلسل الجيني نستخدم الجهاز الموجود الآن أمامي في كشف التسلسل الجيني، وهي عبارة تقنية جديدة نسميها Next Generation Sequencing، تقنية سريعة وذات يعني أداء عالي من ناحية الداتا الموجودة، تخولنا إن شاء الله لمعرفة التسلسل الجيني في الحالات الإيجابية. معرفة التسلسل الجيني يعني يساعدنا كثيرا في ربط الفيروس الموجود الآن في الحالات هذه بسلالات خارج المملكة، فنعرف عن طريق مصدر اكتساب العدوى في الحالات الأولية اللي دخلت المملكة العربية السعودية، وكذلك متابعة انتقال الفيروس في الحالات المكتسبة داخل المملكة. فنقدر نعرف الحالة الأولية فين اكتسبت الفيروس، وكذلك مدى انتشاره داخل المملكة العربية السعودية، وكما يعني يساعدنا في وضع خريطة لانتشار الفيروس داخل المملكة العربية السعودية. الفائدة المرجوة مستقبلا، ما الذي ترجونه من خلال هذا الاكتشاف؟ نعم، بإذن الله تعالى راح نستمر في عمل التسلسل الجيني لجميع السلالات اللي راح تعزل من المرضى الموجودين لمتابعة الانتشار والحد إن شاء الله من هذا الانتشار للفيروس، كذلك متابعة أي تغيير في الفيروس في المستقبل. هذه من الأشياء اللي جدا مهمة محليا وعالميا، بحيث نتأكد أن الفيروس لا يطرأ على أي تغيير في الجانب الجيني يعكس أي تغيير عليه من ناحية الانتقال أو الأمراض المصاحبة لهذا الفيروس. هل من المتوقع أن يغير الجين أو الفيروس من تكوينه؟ إلى الآن الفيروس الموجود الكورونا سارس 2 ما في أي تغيير واضح لغير صفات الفيروس، لكن هناك أمثلة كثيرة زي الإنفلونزا زي أضر الفيروسات الأخرى، هناك بعض المؤشرات الفيروس يتغير، وتغير التسلسل الجيني تتغير صفات الفيروس. بالنسبة للفيروس الكورونا المستجد لابد من متابعة التسلسل الجيني لهذا الفيروس، في حال طرأ تغيير يصير يعني في تنبيه خاص بهذا الموضوع. ماذا عن الفيروس السابق كورونا الذي كان منتشر في المملكة في عام 2012 تقريبا، هل هو مشابه لكورونا الحالي أم هناك اختلاف بينهم؟ نعم، هذا سؤال جدا جيد، وهذا من الأشياء اللي الآن نعمل عليها يعني بشكل مكثف. الفيروس متلازمة الشرق الأوسط تنفسية، وفيروس السارس أو الكورونا المستجد من نفس العائلة، كل من عائلة كورونا. فالآن ميزة جيدة أنه نعرف التسلسل الوراثي للفيروس الجديد مقارنته بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، بيساعدنا كثيرا في معرفة الاختلاف بينهم، وكذلك في تطوير أدوية خاصة بالفيروس الجديد.
لان فيهم اختلاف واضح جدا في بعض الاجزاء من الفيروس. نعم فيصل. دكتور احمد فيصل قبل ان تشكر ضيفك اود ان تساله مع من يشاركون هذه المعلومات، معلومات اكتشاف التسلسل الجيني ان كان لا زال بقربك؟ دكتور احمد اذا سمحت لي سؤال من الاستوديو بس، المعلومات هذه من تتشاركون فيها معها؟ الآن كل التسلسل الجيني للفيروس اللي عمل تم نشره على قاعدة بيانات دولية وتصير معروضة لجميع العلماء والباحثين من كل كافة العالم للاستفادة من هذه المعلومات، فراح يستفيد داخليا وكذلك كل العلماء الباحثين في على مستوى العالم راح يستفيدوا من هذه المعلومات، لان كل العينات والسلالات اللي تم يعني تعريفها عندنا بتصير موجودة في قاعدة معلومات عالمية. نعم شكرا لك. نعم إيمان، طبعا كما ذكر الدكتور أحمد البراق وهو المساعد المدير العام التنفيذي لمختبر الصحة العامة في مركز وقاية، طبعا على الجهاز هذا الذي هو خلفي الآن والذي يستطيعون من خلاله معرفة التسلسل الجيني لفيروس كورونا، طبعا وهذا لمعرفة الفيروس من أين قدم خاصة للمصابين، معرفة الخصائص لأن كل فيروس له خصائص معينة، الفيروس الذي جاء من مناطق أوروبا أو من الصين أو من أمريكا يكون له خصائص مختلفة عن الفيروس المنتقل من دول أخرى، فهذا يساعد كثيرا على معرفة المصابين أو المخالطين، حتى عند معرفة حالة مخالطة ويتم اكتشافها معرفة من نقل لهم هذه العدوى عن طريق معرفة خصائص هذا الفيروس. نعم هل هو من الشرق الأوسط أو من أوروبا أو من أمريكا أو من الصين.